مساء الخير واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده في احداث النهار، واللي هنركز فيها على قضيه في الحقيقه لا تهم فقط ابنائها فحسب، بل تهم ابناء الوطن العربي بكامله بجميع اطيافه واركانه، الا وهي القضية الفلسطينية وآخر التطورات التي طرأت عليها. بس تحديدا هنركز على طرق وسبل إنهاء الخلاف، أو مش هنسميه خلاف، هو الترهل السياسي الموجود داخل حركة فتح ووحدة هذه الحركة بما يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية، ودور مصر في هذا الموقف تحديدا، والتحركات والمبادرة الأخيرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأثيرها على الشارع الفلسطيني، وعودة القضية الفلسطينية في صدارة المشهد العربي بعد فترة كبيرة، مش هقول النسيان ولكن هقول التغافل أعقاب الثورات العربية اللي حصلت، واللي ربما تكون أثرت سلبا على القضية الفلسطينية. اللي هيساعدنا النهاردة مشاهدينا في تفسير بعض المحاور المتعلقة بهذه القضية ضيفي الكريم اللي منورني في الاستوديو، دكتور أسامة شعث المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور أسامة، يعني حضرتك منورنا النهاردة، وهنحاول ان احنا مع حضرتك والسادة المشاهدين نوصل الى بعض التفسيرات السياسية الخاصة بهذه القضية وبعض المحاور المتعلقة تجاه اخر التطورات فيها. ولكن بداية، قبل ان تكون دكتور أسامة المحلل السياسي، انت كمواطن فلسطيني في الاساس، كيف رأيت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعودة القضية الفلسطينية مرة أخرى على الساحة العربية بعد هذا التغافل السياسي ربما بسبب هذه القضايا التي طرأت على الساحة العربية بسبب هذه الثورات الأخيرة؟ كيف رأيت هذا الخطاب وهذا الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر كلمة له؟ يعني أولا أنا بشكركم كثير على هذه الاستضافة وهذا الاهتمام بالقضية اللي هي قضيتكم، قضية الأمة العربية وقضية مصر، باعتبارها هي لا تخص فعلا أبناء فلسطين فقط، باعتبارها شأن مصري داخلي، كما تحدث الرئيس أبو مازن بالأمس، كان في خطاب في سفارة مصر في رام الله، وكان قد ألقى خطاب بمناسبة مرور الثورة المصرية في 23 يوليو ذكرى مرورها، طبعا كان هناك تأخير في و30 يونيو أيضا. أيوة بالضبط. وبالتالي تحدث بشكل واضح أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر ليست شأنا عربيا فقط، وإنما شأنا داخليا تخص صميم الأمن القومي المصري، وبالتالي ليست هي على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي. أكيد. أيضا في قلب كل إنسان، فلسطين والقدس وجميع أهلها يكنون التقدير والاحترام يعني وبالغ الاهتمام بالملف المصري، والكثير من الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره أنه حامي بإذن الله، حامي المشروع العربي والقومي في استعادة وحدة الأمة العربية واسترجاع الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتي هي حقوق عربية بالأساس وحقوق مصرية. أنا دائما ما أقول أنه أنا بالنسبة إلي على المستوى الشخصي، مش على المستوى الرسمي أو مش على مستوى يعني أي حد آخر، أنا بتحدث عن نفسي، أنه من العيب أن نتحدث أنه مصر وسيط بيننا وبين أي دولة أخرى. مصر ليست وسيط، هي طرف رئيسي في الصراع باعتبارها الشريك الرئيسي والاستراتيجي، وهي الشقيقة الكبرى التي تقود الأمة العربية وتقود الشعب الفلسطيني والأمة العربية أيضا في مواجهة هذا الاحتلال، بغض النظر عن الأدوات والأساليب والطرق، بغض النظر عن أن هناك الكثير من الذين يحاولون تشويه صورة الساحة يعني المؤسسة الرسمية المصرية، إلا أنه نحن كشعب فلسطيني ندرك ونتفهم ونعرف بالضبط ماذا يدور في خلد القيادة المصرية وتحديدا الرئيس السيسي. أنا قلت قبل ذلك هنا في هذا المكان وقلت في أماكن أخرى أنه نحن كفلسطينيين استبشرنا خيرا بالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما صعد إلى الحكم، وعندما حدثت ثورة 30 يونيو، و 3 يوليو كان يوما فارقا في تاريخ الساحة المصرية، وهو بالمناسبة تأثير كامل على الأمة العربية وتغيير كل معادلة يعني معادلة المؤامرات في المنطقة على القضية الفلسطينية وعلى الأمة العربية. بالمناسبة الثورات الربيع العربي، يعني بعجالة سريعة، ثورات الربيع العربي وإن كانت في هناك، وأنا دائما ما أتحدث هذا، وإن كان في هناك حالة احتياج كامل للشعوب العربية للانعتاق من الضغط والظلم الاجتماعي الذي حصل فيها،
إلا أنها بالأخير يعني روجت وسوقت لدى قوى خارجية وقوى متآمرة لتمزيق وحدة الأمة العربية والتآمر على القضية الفلسطينية، وكل ذلك يخدم بالأساس وبالضرورة يخدم الاحتلال أكيد. الإسرائيلي الذي يعني الآن في حالة استجمام وحالة استرخاء كامل، باعتبار أن هناك هدم كامل للعديد من الدول العربية المحيطة والتي تشكل العمود الفقري، ونسأل الله السلام على مصر يعني إن شاء الله دائما. بإذن الله. يعني خليني أبدأ معاك من كلمة أنت أشرت إليها الآن في سياق حديثك، وهي الوحدة العربية والاستقرار العربي. ربما هناك جملة في غاية الأهمية أشار لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن استقرار الدولة الفلسطينية هو ربما يكون متوقف على استقرار المنطقة العربية، وأن استقرار المنطقة العربية توقف على استقرار الدولة الفلسطينية. إذن الرئيس السيسي أشار إلى استقرار هذه الدولة الفلسطينية على مبدأين. أول مبدأ هو وحدة حركة فتح من داخلها من خلال هذه الحالة التي ربما نسميها حالة الترهل السياسي إذا صح التعبير، وكذلك وحدة الخلاف ما بين حركة فتح وحماس. إذن هناك أمران في غاية الأهمية، وحدة فتح بداخلها وكذلك وحدة الجهات الفلسطينية المتمثلة ما بين فتح وحماس. إذن هذا الحل كيف يمكن تنفيذه على أرض الواقع برأيك؟ يعني دعيني أعود لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تحدث قبل ذلك في هذا الإطار بدون توضيح في 2016 في مايو الماضي، وقال أنه يعني أطلق رؤية، وهذه الرؤية تنسجم تماما مع الرؤية الدولية، بأنه توضيحا وتصحيحا يعني إذا صح التعبير، قال الاستقرار في المنطقة لا يتم إلا بقيام دولة فلسطينية. صحيح. إذن الدولة الفلسطينية هي العمود الفقري لحالة الاستقرار والرخاء في المنطقة. الأمر الآخر أن هذه الدولة لن تقوم إلا بوحدة الصف الفلسطيني الداخل. صحيح. كويس. لأنه مش ممكن أنك أنت تقيم دولة وغزة منفصلة عن الضفة، والضفة منفصلة عن القدس، والقدس منفصلة عن أجزاء الوطن اللي هي غزة والضفة. هذا أمر بديهي سياسيا، وبالتالي نحتاج إلى صحيح. وحدة جغرافيا، ومن ثم وحدة سياسة يعني قيادة سياسية، وحدة موقف سياسي، وحدة رؤية سياسية، وحدة يعني وحدة حال كامل على مستوى إداري ورسمي سياسي ودبلوماسي، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أصوات فلسطينية وإنما صوت فلسطيني، لا يجب أن يكون هناك قيادات فلسطينية قيادة فلسطينية، وبالتالي هذه كلها العوامل الرئيسية في إقامة الدولة. وبدون ذلك لا يكون. يعني لو إسرائيل، أنا تحدثت قبل ذلك في هذا الإطار، إسرائيل قبل ذلك لو أولمرت عندما كان يتفاوض مع الرئيس أبو مازن قال له ماذا بشأن غزة، كيف ممكن إن لو إحنا أعطيناك دولة فلسطينية وانسحبنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، كيف يمكن أن تسيطر على زمام الأمور في غزة؟ قال له هذا شأن داخلي. وبالتالي إسرائيل تحاول أن تتحجج، يعني مصلحتها أن يكون هناك انقسام سياسي فلسطيني داخلي. صحيح. صحيح. وانقسام جغرافي، وبالتالي هي تذهب إلى العالم أن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لا تمثل الشعب الفلسطيني كله، باعتبار أن الشعب الفلسطيني منقسم، وأنا لا أستطيع أتفاوض مع هذا لا يمثل كل الشعب الفلسطيني، نريد بديلا عنه، نريد شخص يكون هناك عليه إجماع في الساحة الفلسطينية. إذن هذه إشكالية كبيرة. هذه إشكالية طبعاً إشكالية. وهذا هو الوضع الآن. كيف يكمن الحل السياسي لإنهاء هذا الوضع المتوتر سياسياً من حالة الحجة السياسية يعني في الانقسامات؟ يعني هناك للأسف الشديد يعني بشكل مباشر إنه هناك جرت العديد من الاتفاقيات المصالحة الفلسطينية برعاية مصر. يعني الرئيس أبو مازن، أنا أكثر يعني الأشخاص الذين يعني يكنون التقدير بطريقة أنه الرئيس أبو مازن كرس كل جهده لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لا، واستجلاب كل الفصائل وحركة حماس على رأسهم، باعتبار أنه حركة حماس أمضت يعني عشرات السنين منذ إقامتها وإنشائها كتنظيم سياسي في الساحة الفلسطينية في عام 88 في 14 ديسمبر 1987 حتى الآن، وحركة حماس تتهرب من الالتزام أو الانضمام إلى منظمة التحرير باعتبارها شريك
في الساحة الفلسطينية، وتريد لها شروط ومدخلات وطرق بأخرى، التفاف على منظمة التحرير. والبعض ينظر إليها أنها عراقيل وليست شروط، أرادت أن تكون بديلا للمنظمة، هذا بشكل واضح. وبالتالي اليوم كانت تصريحات للرئيس للزهار ولقيادات بعض قيادات من حركة حماس للأسف الشديد تصريحات سيئة جدا في هذا الخصوص. لكن نعود إلى فكرة المصالحة. الرئيس أبو مازن منذ توليه الحكم في 2005 في يناير 2005 في مارس 2005 كان قد وقع اتفاق مع حركة حماس للوحدة الوطنية الفلسطينية وطالبهم أن يندمجوا في الساحة الفلسطينية في المجلس التشريعي الفلسطيني ويندمجوا في منظمة التحرير ويشاركوا الفصائل الفلسطينية وأمال شعبهم وتطلعات شعبهم نحو الوحدة ونحو إقامة الدولة من ثم. وبالتالي حركة حماس كانت من أوائل الناس المستفيدين من تولي الرئيس أبو مازن السلطة. وبالتالي أبو مازن أيضا التزم معهم في إجراء انتخابات 2006 والتي فازت فيها حماس في المجلس التشريعي، لكن حركة حماس تخلت عن كل ذلك وتبرأت مما فعلته وفعله الرئيس أبو مازن بالإيجاب لصالحها وصالح الشعب الفلسطيني. هو يريد وحدة، يريد ديمقراطية، يريد بناء كيان سياسي وطني فلسطيني نذهب فيه إلى العالم بشكل أو بآخر بصوت واحد وبقيادة واحدة وعلى يعني بكل الأحوال وعلى قلب رجل واحد. للأسف الشديد حركة حماس انقلبت في 2007 على هذا كله وعلى كل المحاولات يعني محاولات المصالحة التي كان يقوم بها الرئيس أبو مازن ويعني ينفذ لهم ما يريدون برغبتهم. بمعنى أنه هو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2007 ومع ذلك حركة حماس انقلبت على حكومتها بقيادة إسماعيل هنية. للأسف هذا كله كان في الماضي. بعد ذلك مصر تدخلت وقادت مصالحة في 2011 بعد جهود مضنية وحوارات عقيمة ليس لها أي لزوم، أعيد تكريس المصالحة مرة أخرى وأعيد صياغة المصالحة بشكل آخر في اليمن أيضا في قطر أيضا كله يعاد صياغة الحديث بشكل آخر على المصالحة. الآن هناك يعني فعليا محاولات جادة من القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتم إقرار الانتخابات المحلية. الانتخابات المحلية يعني بلديات، مجالس محلية في داخل الضفة وغزة وحتى القدس. ولكن دكتور أسامة يعني خلينا أتكلم معاك بصراحة وفي نقطة ربما تدور في أذهان الكثير لمن يتابعون الآن، ليست هي المبادرة الأولى وليست هناك هي المصالحة الأولى التي يقترحها البعض سواء كانت من دولة أو من أخرى، والبعض ينظر إلى هذه المبادرات وهذه المصالحات بأنها ربما تكون مماطلة سياسية وليست على أرض الواقع هي مصالحة حقيقية ما بين الأطراف الفلسطينية. ولكن بالحديث عن الآن وعن الآنية السياسية الآن، الكثير قد يعول على الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة القادمة بتحقيق طرق وحلول ملموسة سياسيا على أرض الواقع ما بين الأطراف الفلسطينية كافة بشكل جدي جدا وبشكل حقيقي جدا على أرض الواقع يصل إلى وحدة الأطراف الفلسطينية وكذلك تحقيق الدولة الفلسطينية ومن ثم استقرار المنطقة بشكل عام. هناك بعض المبادرات ومحاولات أعلن عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك المصري الروسي خلال الفترة القادمة، وأن هناك دعوة من روسيا لمبادرة سياسية وحلول سياسية للأطراف الفلسطينية المتنازعة أو المختلفة ما بينها وبين بعضها. إذن هل تعول على هذه المبادرة في إنهاء هذه الخلافات بشكل جديد ومختلف سياسيا وبالطبع أمنيا؟ يعني أنا أعود لحديثك، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد اهتمامه في القضية الفلسطينية وأكثر من مرة يتحدث في هذا الإطار، هذا إن دل بدل على التركيز العالي بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة. لكن المشكلة ليست في الطرف الفلسطيني على مستوى السلام، المشكلة أيضا وبالأساس في الطرف الاحتلال. يعني بالأخير إحنا نتحدث عن 22 عاما حتى نكون دقيقين أكثر، 22 عام من عام 1994 حتى الآن مفاوضات بلا جدوى بلا نتيجة، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد، هو الأقوى. بمعنى أنت تتفاوض مع شخص
لا يريد بالأساس أن ينسحب من الأرض الفلسطينية. يعني نتنياهو ليس في مبادئه أصلا إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وليس في مبادئه أصلا حل الدولتين، مش مؤمن فيه. في كتابه بشكل واضح مكان تحت الشمس تحدث فيه في عام 94 وفي 96 أعاد صياغته مرة أخرى، وقال أنه في الطبعة الثانية والأولى أيضا أنه لا يريد دولة فلسطينية ويؤمن بالحل الاقتصادي، الحل الاقتصادي القائم على التعامل المباشر مع المواطنين وتذويب الدولة الفلسطينية. إذا نتنياهو هو منسوج متطرف من تاريخ صهيوني متطرف لا يريد حل الدولتين، وبالتالي وبالتالي كل المبادرات كما ذكرت وكما تفضلتي تصطدم بحائط الرفض الإسرائيلي أو جدار الرفض الإسرائيلي. إذا ماذا علينا أن نعود، ماذا نفعل، ماذا نفعل كفلسطينيين كطرف أضعف أولا، كطرف محتل ثانيا، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ القرار إلا بمشاركة الطرف الأقوى إذا كان يريد هذا السلام أم لا. إذا يمكن لهذا هذا الكيان السياسي الفلسطيني الضعيف والمهزوم والمحتل في عام 67، بهذا حقيقة يجب على أن يستخدم كل عناصر القوة الخارجية الضاغطة على هذا الكيان القوي اللي هو الاحتلال الإسرائيلي. كيف؟ من خلال العلاقات الدولية، من خلال القانون الدولي، من خلال الأمة العربية التي يفترض أن تكون الذراع الظهير والسند الاستراتيجي للقيادة الفلسطينية، والتي تقود عملية التسوية، التي تقود عملية السلام. لذلك المبادرة العربية للسلام التي جرت في 2002 كانت مبادرة كبيرة جدا ومهمة جدا. في 2002 أطلقتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت، والملك عبد الله الراحل رحمه الله قال إنه نحن نريد هذه المبادرة، ووافقت عليها جامعة الدول العربية، ومصر تقود هذه المبادرة إلى الأمة إلى العالم باعتبار أنه الحل هو إقامة دولتين على حدود 67 والطرف الآخر. الدول العربية مستعدة للاعتراف، 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة للاعتراف بإسرائيل مقابل انسحاب من أراضي المحتلة عام 67. إذن هذه أساس. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد، الرئيس الأمريكي الأسبق في الدورة ما قبل الماضية، الرئيس جورج دبليو بوش، قال بوضوح أنه نريد حل الدولتين وخطة خرطة الطريق. هذا الحل هو يستند على قرارات الشرعية الدولية ويستند على مبادرة عربية للسلام. طيب من الذي لا يلتزم في ذلك؟ من الذي يرفض تنفيذ ذلك؟ من الذي يرفض الانسحاب؟ إسرائيل كاحتلال هي القوة. الآن في مبادرة فرنسية، وأعتقد أن المبادرة الفرنسية ربما تكون بارقة أمل، وربما تكون هي الأفضل وهي الحل الأنسب لهذا الاحتلال. بالمناسبة لا تختلف مع لا المبادرة الفرنسية ولا مع الرؤية المصرية التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا، ولا مع حتى روسيا حاليا عندما يتحدث الرئيس الروسي، لأنه يؤمن بحل الدولتين. وروسيا بالمناسبة هي من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 88، وحتى في 2012 الماضي عندما ذهب الرئيس إلى الأمم المتحدة وصوت لصالح دولة فلسطين. فروسيا مع فلسطين، ولا مانع أن يكون هناك مفاوضات فيها، ولكن نريد أن يكون هناك أنا أعتقد وأنا أشفق كمان على القيادة الفلسطينية في هذا الإطار، لأنه هناك ضغطا حقيقيا عليهم. الشعب الفلسطيني يذبح على مرأة ومسمع العالم، والمسجد الأقصى يقتحم بشكل دائم وبشكل يومي. وللأسف الشديد هم عندما يذهبون إلى مفاوضات بشكل جدي وحقيقي وتحركات دولية سياسية حقيقية، للأسف الشديد إسرائيل ترفض كل ذلك. روسيا الآن طرحت مبادرة، والرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بأنه هناك حوار يبدو حصل بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين، وأنه ينوي دعوة الرئيسين. هو فعلا يبدو أنه دعا الرئيسين لذلك، ولكن لم يكن هناك رد حتى اللحظة، لأن القيادة الفلسطينية لا تمانع بالأساس. أين إن شاء الله المفاوضات تكون في المريخ. المشكلة مش هاي، المشكلة في النتيجة. نحن عايزين نأكد عليها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن أكد أن الكل مدعو للمشاركة في عملية السلام في فلسطين، أيا كان بقى هي الأطراف، سواء كانت المبادرة الفرنسية، سواء كانت المبادرة العربية، سواء كانت المشاركة الروسية في الفترة القادمة، الكل مدعو لتحقيق عملية السلام على أرض الواقع. ولكن انت حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا في سياق الحديث، وهو الموقف الأمريكي. إيه التحليل السياسي الآن للموقف الأمريكي، خاصة أن البعض بيرى أن الموقف الأمريكي مؤيد لفترة الصمت الأخيرة
اللي موجودة في عملية السلام، وأن البعض الآخر بيرى أنه انتظارا للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. يعني للأسف الشديد إحنا بدنا نقول أنه إحنا القضية الفلسطينية مشكلتنا أنه لا نعرف كيف نديرها ولا يمكن أن نوظفها بشكل أكبر. الأمة العربية والإسلامية منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا على مستوى ديموغرافي وعلى مستوى يعني حتى اقتصادي، ولكن لا يوجد لحمة ولا يوجد اتحاد لوبي يشكل أدوات ضغط. الرؤساء الأمريكان بالمناسبة كلهم وكل الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة سواء الجمهوري أو الديمقراطي أو حتى غيرها من الأحزاب أو من الأطراف من صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، جميعهم يعملون ألف حساب للوبي الصهيوني المتحكم أو اليهودي المتحكم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا اللوبي يضغط بشكل كبير جدا لتغيير يعني قواعد اللعبة بالشكل الذي يرضيه. وبالمناسبة جميعهم يتفقون على كيفية إدارة الأمور مع القيادة في صناع القرار لدى الولايات المتحدة. وبالتالي نعود إلى هذه النقطة، أنه لذلك يخشى الرئيس الأمريكي إطلاق مبادرة حاليا خوفا من أنه يعني أنه يتم إسقاط المرشح الديمقراطي. طب يخشى أنه يصمت بتم يعني بتم اللي هو النقم عليه من العرب، وبالتالي مش ولكن دكتور أسامة يعني هو السؤال البديهي حتى وإن كان هناك انتخابات رئاسية أو لم تكن هناك انتخابات رئاسية، هل أمريكا جادة في أن يكون هناك سلام شامل وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ هذا سؤال يعني ربما يطرحه البعض اللي بتحكم في هذه القضية. الولايات المتحدة اللي بتحكم يعني محددات إدارة السياسة الخارجية عندها اللي هي رؤيتها لمصالحها. للأسف الشديد نحن لا نعرف أن نتعامل مع الولايات المتحدة بهذه الطريقة كأمة عربية كدول عربية. نتعامل مع الولايات المتحدة فرادة، مش جماعة واحدة، مش كأمة عربية، مش كجامعة عربية واحدة أو حاضنة عربية واحدة تشكل قوة ضاغطة على الولايات المتحدة. هو موقف فردي، بالتالي موقف فردي. ولذلك الولايات المتحدة تخشى يعني هي تعمل مليون حساب لو كانت في هناك أمة عربية تقود العمل العربي المشترك بشكل سياسي مصالح واحد اثنين. لذلك مقابل هذا مقابل هذا، بالتالي هي يعني لا تعين اهتماما للأمة العربية لأنه فيش هناك قرار عربي واحد مشترك موحد. حتى في القضية الفلسطينية في هناك آراء مختلفة في القضية الفلسطينية. الجميع يتفق على حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة وعلى الشعب الفلسطيني بالتحرك وعلى الشعب الفلسطيني بدعم التحرك لإقامة الدولة والأمة، لكن هناك أيضا في تناقضات في الرؤية. يعني مثلا على مستوى كمان الرسمي الإسلامي، بمعنى أن هناك بالأمس تركيا تحتضن الإخوان ونحن كلنا يعني عارفين هذا الوضع، لكن تركيا وقعت اتفاق مصالحة تطبيع مع إسرائيل، تطبيع يعني واضح، وحصلت على قرار من البرلمان بالإجماع. بالتالي يعني إحنا يعني مش بعاد عن موقف أنه في هناك تناقض في الرؤية. لذلك يجب أن نعيد حساباتنا، يجب أن نكون على قدر المسؤولية كأمة عربية. وأنا يعني حزين على القيادة المصرية هنا، الله يعينهم، لأن هذا ملف صعب جدا، وأنا أتمنى أن يكون هناك حراكا أكثر جدية وأن يكون هناك تحركا عربيا بقيادة مصر طبعا مش إطلاق مبادرة لرعاية المفاوضات بالشكل القوي. هناك مبادرة سلام حاليا في فرنسا، المفروض أن هذه المبادرة أن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام في فرنسا. المؤتمر الدولي ما الذي يميزه عن سابقة؟ المؤتمر الدولي النتيجة معروفة مسبقا والحل موجود، ولكن نتفاوض على تنفيذ الحل، بمعنى انه من ضمن شروط المؤتمر الدولي اولا حل الدولتين، الاتفاق على حل الدولتين، ثانيا وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه، ثانيا في مده اقصاها جدول زمني، بمعنى ان يكون هناك محكوم بجدول زمني سنتين لتنفيذ هذه القرارات القرارات الدوليه، ثالثا التفاوض خلال السنتين، ممكن يكون سنة، ممكن يكون سنة ونص، ممكن يكون ست شهور، ممكن تسعة شهور للتنفيذ، وليس لنتفاوض مرة أخرى
على مدار 20 عاما بدون لا نتيجة وبدون ومتابعة هذا التنفيذ. يعني المتابعة دي في حد ذاتها نقطة مهمة جدا قد يتغافل عنها البعض، متابعة هذه القرارات الدولية التي من شأنها لتحقيق الحل السياسي المطروح على الساحة. وبالتالي لا يوجد متابعة، ولكن يوجد في نهاية المطاف إرجاع النقطة مرة أخرى إلى نقطة البداية، وبالتالي يتم طمس هذه الحلول. طيب إسرائيل إذا أرادت أن تذهب إلى إذا أرادت فعلا حل الدولتين فلتذهب من مبادرة السلام في فرنسا، هناك إجماع دولي في هذا الإطار، وفي هناك 26 دولة أو 25 دولة تقريبا تشارك في هذا المؤتمر الدولي، دول كبرى في العالم. لماذا دول كبرى في العالم؟ لأنها أكثر تأثيرا. الولايات المتحدة توافق على حل الدولتين بالمناسبة، ولكن الضغوط الداخلية في داخل الولايات المتحدة كصناع قرار هي تؤثر عليها في السياسة الخارجية، ولذلك هي تخشى تعمل صمت. قيل أو استمعنا في وسائل الإعلام أن الرئيس الأمريكي يتحدث بأنه يريد بعد شهر نوفمبر القادم أن يطرح مبادرة لعملية السلام، وقيل مرة أخرى أن الجهود العربية الآن في الأمم المتحدة لوقف الاستيطان الذي يجري في القدس، يعني استصدار قرار مجلس الأمن الدولي، تجابه بضغط أمريكي، ويعني من خلال الولايات المتحدة، من خلال ممثلين الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، لتأجيل التصويت لما بعد نوفمبر، بعد انتهاء عملية الانتخابات داخل الولايات المتحدة، حتى لا يتم التأثير على المرشح الديمقراطي اللي هي هيلاري كلينتون. طيب ازاي اذا الولايات المتحدة تحسب حساب كبير جدا اكيد للانتخابات القادمة بالزبط. ولكن على ضوء الحديث على المبادرة الفرنسية، ازاي هنرى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييد المبادرة العربية وبالتالي تأييدها للمبادرة الفرنسية، ان مصر هتلعب دور مهم في الفترة اللي جاية في حل القضية الفلسطينية؟ ازاي نقدر ان احنا نحلل سياسيا وايجابيا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كان لتأييد المبادرة العربية وكذلك الفرنسية، ودور مصر في الفترة اللي جاية في هذه المبادرة؟ هو احنا مش محتاج تحليل، مصر اعلنت بوضوح ولكن وشاركت في هذا اعلان، ولكن كيف يمكن آلية التنفيذ؟ يعني هذا يعني ده اللي انا عايزه اركز معاك فيه. يعني المشكلة المشكلة مش في آلية التنفيذ فقط، المشكلة في رغبة، هذا يتوقف على رغبة الطرف الآخر اللي هو الاحتلال في أنه يتجاوب مع الموقف الدولي أولا والموقف العربي ثانيا. لماذا أقول الدولي أولا؟ لأنه الدولي هو أولوية، الدول الكبرى في العالم هي التي أنشأت هذا الكيان، وعلى المجتمع الدولي الذي أنشأ هذا الكيان وفقا لقرارات دولية صادرة من الأمم المتحدة في عام 1947 أصدروا قرار تقسيم فلسطين، على هذا المجتمع الدولي أن ينفذ القرار الثاني وهو القرار المشترك، القرار البند الأول في إقامة دولتين، واحدة لإسرائيل واحدة دولة فلسطين. أين تنفيذ البند الثاني أو الجزء الثاني من القرار؟ قرار بند واحد في جزئين، والبند الآخر الدولة التي لا تلتزم في القرار لا يتم الاعتراف بها دوليا. للأسف الشديد إسرائيل يعني أقيمت وأصبحت كيان وأخذت الربع أو الجزء الأول من البند الأول، والجزء الثاني لم تنفذه خالص، وبالتالي هي لا تعترف أيضا كمان في البند الذي أقامت عليه، يعني بمعنى في نفس بند الاعتراف في 49 تم الاعتراف فيها رسميا في الأمم المتحدة وحصلت على العضوية، تعهدت في وثيقة رسمية من وثيقة أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت، تعهد فيها إنه سنعترف بدولة فلسطين حال قيامها وفقا للديباجة رقم 273، وتعهد فيها بالاعتراف بقرار التقسيم والالتزام بقرار التقسيم. نحن نقيم، هو أعلن كذا، نحن نقيم دولة إسرائيل وعضوية دولة إسرائيل قائمة على حدود عام 1947. يعني وبالتالي المشكلة أنه في ذلك وفقا لقرار 181 في ذلك الوقت. إذن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا نحن ليست في الموقف الرسمي المصري أو العربي أو الموقف الفلسطيني ولا حتى في الموقف الدولي، المشكلة في الموقف الآخر. الطرف الآخر لا يريد تعنت. طيب ما هو الحل مع هذا التعنت؟ صحيح، الحل أن يكون هناك أدوات ضغط الولايات المتحدة والدول الكبرى، يعني ربما يمكن الولايات المتحدة، مع أني أنا مش شفقان عليها، لكن الولايات المتحدة الآن في ظل ظرف استثنائي، خلينا نقول مفاوضات عشان خاطر بتأجل المفاوضات عشان خاطر الانتخابات. طب احنا ممكن نوظفها في سياق آخر، يعني تجميد الدور الأمريكي بسبب أسباب كثيرة، هو المطلوب. وكذلك الدور الروسي المصري في الفترة القادمة والمبادرة الفرنسية أيضا. إذا استطاعت يعني أنا كيف أستطيع أن من الآن يعني أبشر أستكمل هذه النقطة فضل. يعني في ضوء هذه الأطراف الدولية كيف يمكن تشكيل
أوراق ضغط على الطرف الإسرائيلي في تحقيق عملية السلام في الفترة أنا الجاي. أستطيع أن يعني أطمئنك من الآن، إذا روسيا استطاعت الحصول على تعهد من إسرائيل بأن يكون هناك جدول زمني للمفاوضات مدتها مثلا سنة، 6 شهور، 9 شهور، أيا كان التاريخ، كما جرت مع كيري بجدول زمني محدد، الالتزام بحل الدولتين في نهاية هذا الجدول الزمني، تستطيع أن تستصدر قرار من مجلس الأمن الدولي ويتم تنفيذه وفقا لناش نقول الفصل السابع، على الأقل تنفيذه في بنود أخرى، بمعنى وقف المعونات والدعم على المستوطنات الإسرائيلية، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، زي ما حصل في دولة جنوب أفريقيا في ما قبل 92 وما قبل قيام الدولة الجنوب أفريقية والتحرر اللي حصل، كان هناك مقاطعة شاملة للمنتجات وللدولة للحكومة اللي كانت حكومة الأبرتايد في جنوب أفريقيا، وكان أيضا مقاطعة لحكومة الانتداب البريطاني من قبل الشعب الهندي في الفترة، يعني عندما كان هناك احتلال وطالب الشعب الهندي بالاستقلال. لذلك أنت ممكن أن تشكل قوة ضغط دولية على مستوى رسمي وعلى مستوى شعبي. إذا روسيا، وأنا أقول لك بصراحة، إذا روسيا استطاعت أن تحصل على إجابات واضحة من دولة الاحتلال ومن نتنياهو قبل لقاء الرئيس أبو مازن، وشريطة أولا، أنت مش طالب شروط، أنت طالب على الأقل تنفيذ البنود السابقة. في عندك 3 قضايا رئيسية إسرائيل تعهدت فيها ووقعت على اتفاقيات فيها، في توقيع على اتفاقيات، ويمكن أن تجر إسرائيل على تنفيذ هذه الاتفاقيات، مش ملتزمة فيها. البند الأول، في هناك اتفاقية لها علاقة بانسحاب من أراضي المحتلة عام 67 حوالي نسبة 20% من الضفة الغربية، مناطق ب، وتحويلها لمناطق ألف. هذه المناطق انسحبت، المفروض أن تنسحب إسرائيل في عام 99، تم تأجيلها في عهد نتنياهو أيهود أولمرت في ذلك الوقت، ورفض، أجلها للمرحلة النهائية، وبعد المرحلة النهائية تم الحديث فيها بهذا الخصوص، وتم الحديث فيها في كل المفاوضات السابقة فيما بعد، التالية فيما بعد والسابقة لهذه الفترة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم فيها. هذا أولا. إذن مطلوب من إسرائيل الانسحاب من على الأقل 20% من الأراضي المحتلة عام 67 اللي هي وفقا للاتفاقيات هي موقع عليها. ثانيا، الدفعة الرابعة من اتفاقية الأسرة، الدفعة الرابعة من اتفاقية الأسرة، هناك 104 أسرة فكانوا في الفترة الأخيرة موجودين في المعتقلات الإسرائيلية. طبعا في هناك 7000 أسير، توضيحا 7000 أسير، منهم 104 أسرة هم الوحيدين يعني الذين تم اعتقالهم قبل عام 94، يعني نتكلم عن عن يعني آخر واحد اعتقل فيهم في سنة 94 قبل اتفاقية أوسلو، يعني له 22 عام في المعتقل. في منهم أنا أعرف شخصيا، أنا كنت أسير فأنا أعرف شخصيا السيد كريم يونس، 35 عاما الآن من عام 84. يعني إحنا نتكلم عن كارثة، 35 عام يعني جيل كامل ذهبت حياته كلها في المعتقل. إسرائيل تعهدت واتفقت ووقعت رسميا لكيري والتزام رسمي للسلطة الفلسطينية بالإفراج عن 104 أسرة في المفاوضات التي جرت 2014، أفرجت عن 3 دفعات من الأربعة، على 4 دفعات 26 أسير، 26 أسير، 26 أسير، 26 أسير، أفرجت عن 3 دفعات، باقي 26 أسير الدفعة الأخيرة حتى اللحظة لم تفرج عنهم. الرئيس أبو مازن يعتبر هذه قضيته الشخصية، إذا لم يتم الإفراج عنهم لن أذهب لأي مفاوضات في العالم. هؤلاء، هذا اتفاق وأنا متفق معه، برعاية أمريكية والولايات المتحدة كدولة كبرى وعظمى رعت هذا الاتفاق وتعهد كيري بهذا الموضوع. لذلك إسرائيل لا تلتزم ولا تعير اهتمام المجتمع الدولي. البند الثالث، البند الثالث أن إسرائيل أخلت أيضا باتفاقيات الهدنة بالأمس، كانت تضرب في غزة وتهاجم غزة، تضرب في القدس وتخل بالاتفاقيات كلها على مستوى عربي، بمعنى اتفقت مع الأردن بخصوص القدس ومع ذلك هي تقتحم كل يوم بخصوص المسجد الأقصى ومدينة القدس، وضعية القدس كمسجد الأقصى تحت الـ 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 يعني اتفاقية ثنائية كانت بين المملكة وبين الاحتلال على أن يكون في القدس يعني تحت الإشراف الأردني باعتبارها وزارة الأوقاف، إلا أن إسرائيل أيضا تقتحم الأقصى كل يوم. بالأمس كان هناك اقتحامات، وأول بالأمس هناك مخطط كشفته الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح من خلال خطة هدم الأقصى ومن ثم بناء هيكلهم.
بالإضافة إلى ذلك الاستيطان وعملية التهويد تتوقف عن كافة أشكال يعني كافة أشكال الاستيطان الغير مبرر والذي يجري الآن. يعني يجب على إسرائيل أولا الالتزام بالثلاث نقاط هذولا: أولا الانسحاب من الأراضي المحتلة وفقا للاتفاقيات السابقة، اثنين الإفراج عن الأسرى، ثلاثة وقف الاستيطان والاقتحامات في المسجد الأقصى والتهويد الذي يجري في المسجد الأقصى والقدس. إذا هي انتهاكات مستمرة من الجانب الإسرائيلي، ربما تكون الفترة المقبلة الكثير يعول على الدور المصري طبعا، وكذلك الموقف الدولي كما أشرت أن له أولوية، وهو الذي خلق هذا الكيان، وهو الذي ربما يكون دعمه في بعض المواقف الدولية. البعض ربما يعتقد وينظر إلى مصر أن تكون بادرة أمل حقيقية في حل القضية الفلسطينية وكذلك المصالحة الوطنية بين الأطراف، في ربما تكون وقف هذه الانتهاكات من قبل الطرف اليهودي الإسرائيلي أو الصهيوني إذا صح التعبير. يعني أنا بشكر حضرتك دكتور أسامة شعث، يعني حضرتك ساعدتنا النهاردة في إيجاد تفسيرات سياسية حول عدة محاور، ربما تكون أبرز المحاور هي وحدة الأطراف الفلسطينية وكذلك في مصر. نأمل أن يكون هناك دورا حقيقيا دوليا وعربيا بقيادة مصر طبعا، ودوليا بقيادة فرنسا وقيادة روسيا. بالمناسبة معظم الدول كلها تتفق معنا على أن يكون هناك ضغطا حقيقيا واتخاذ إجراءات رادعة لهذا الاحتلال. دكتور أسامة، يعني زي ما أشرت في بداية الحلقة وحتى هذه اللحظة، أن هذا الأمل لا يتعلق فقط بالمواطن الفلسطيني، هو يتعلق بأي مواطن عربي يعني يؤمن ويعني يكون عنده إيمان بالقضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية في الفترة القادمة. هي قضية لا تخص فقط المواطن الفلسطيني كما أكدت في بداية الحلقة، هي تخص أي مواطن عربي في الحقيقة، هي كرامة كل مواطن عربي. دكتور أسامة شعث المحلل السياسي الفلسطيني، كل الشكر لحضرتك في هذه التفسيرات السياسية المتعلقة بعدة محاور في القضية الفلسطينية، والشكر موصول لحضراتكم في متابعة هذه الحلقة. وكما تمنينا وما زلنا نتمنى في الفترة القادمة هو أن مصر لها دور كبير في إيجاد القضية الفلسطينية بحلول كثيرة تؤدي إلى استقرار هذه الدولة في الفترة القادمة، لتحقيق الأمل لكل مواطن عربي وليس فقط كل مواطن مصري. تحياتي لحضراتكم، كانت معاكم آية عبد الرحمن، وفي بداية الحلقة زميلي هاني حتحوت، وإن شاء الله أحداث النهار مستمرة معكم بكل جديد على الساحة الإخبارية السياسية وفي كل الشؤون. إن شاء الله بإذن الله حلقة جديدة غدا مع زملائي، إلى اللقاء.